هلين تريك شوت. يا اخي انا صدعت وانا وات رمضان يا حبيب. السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع رياكشن، لكن الرياكشن كاتب لو اي كيو، اللي هو ما يعرف يفكر، ما عنده مخ، غبي بين قوسين يعني. راح نشوف لقطات. قبل ما يبدا المقطع لا تنسون اشتركوا في القناه اذا كنتم مو مشتركين. خلونا نوصل 50,000 صدق، والله ما بقي شيء يا عيال. وفوق كذا كنت شوف لا تنسون بي اس ال واللايك. شكرا للمنتسبين كلكم، شكرا شكرا شكرا. خلونا نبدا في المقطع. اوكي هذا زابل، ما معه ولا سلاح. لا يا ساتر، والله اعطاه 5 ضربات بكاكس يعني هي 100 كامل. اهلين تريك شوت. يا اخي انا صدعت وانا وات، انا مخي علق مع الطلقه لان طلق وهو فوق ما انتظر لين ينزل تحت. هذا هو، وهذا هو المقطع اللي يتكلم عنه الغباء. يقول لك كل الرقصة كانت قرار سيء. هذا ايش بيسوي؟ اوه فاتح الفتحة عشان ينزل عليها. يا رب كل مخ. هذا صدق هذا هاي اي كيو. اوكي في واحد شلد. ها؟ وات؟ شوفوا شلون؟ شوفوا شلون؟ والله ايش قاعد تصير؟ جابت في العيد جابت في العيد جابت في العيد. بيفك المدكت بيفكه. يوه على اخر شيء لمست الهليكوبتر في الارض، واخر شيء كذا اخر شيء اخر لحظه. خلاص ما بقى الا 3 ثواني. اوكي هذا لقى سكار، ما سكار. لحظه ما فهمت اللقطه هذه يعني. اها راح طور سلاح على M16 ازرق، ويوم فتح الجست تلقى سكار نفس اللي طوره يعني. خسر مارت على الفاضي. يقول لك شيك على الجستات قبل ما تروح تطور الاسلحه حقك. اللي ضده بنا بالغلط، بنا بالغلط. يا ساتر عطى بدث ماشين اخلص. والله يا ساتر، ثلاثه كلهم شالوا بالسيف. اخويا تفرجون طبعا. اوكي هذا قاعد يلعب كريتيف. اوكي والله صحه جامده يا اخي. حلو، ولا طلقه جته. كان عنده بكت لوز بس ما ادري هل هو السبب ولا لا. شوف التايمينج، شوف التايمينج متى سوى اديت. كان ناوي يكسر عليه وذاك سوى اديت في اللحظه نفسها. شوف البوت، بوت شاله بكاكس. البوت شاله بكاكس. يا ساتر هذا اوكي هذا تريك شوت. لا هذا واقف مره 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 واقف. احس انه يعني عاديه مو بزي اللقطه الاولى. اوكي مع سب ماشين اسولت بيعطيها فخاخ. ايش قاعد تسوي ذا؟ حرفيا ما ادري ايش قاعد تسوي. حلو اها طيب عادية اللقطة جدا عادية. اوكي هذا يقول تعال بارني 1v1. اوكي طق على فوق واتوقع انه بيطيحه. وانجلد وانجلد. لياط شيء بعض الايام. هذا طيار دائما تجيهم في العيد، طياره تنكسر حتى. ما تقول بطيح عليه طياره. شوف كيف. والله اني قايل لكم احس بتنفجر طياره. لان كان باقي لها شوي لكن انفجر طيارتين مو بطياره واحده. هذا بدت ماشين. تنفجر طيارة. اختفت. وات؟ كان يطيح منها كل شوي الشخص اللي ضدهم، يعني ما مات ولا شيء.
اهلين ايم. يذبحون البوتات، يذبحون البوتات. واد ذبحها من ورا يا اخي. وش اللعبة يا اخي؟ والله جد وش ذا؟ يلعب كريت هذا ما 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 فهمت ابدا. يو يا ساتر، والله يا ساتر. تشست معلق يعني ما عنده لاق ولا شيء، بس تشست طاير في الهواء، حتى كسر كل البنايات. اوكي كلهم داخلين جوا، ثلاثة ولا واحد معبر. جيب قنابل، جيب قنابل، جيب شيء. اوكي لا تقولين زبنين الحين جوا، والله زبنين. وش ذا وش ذا يا اخي؟ ليش تبين ذا الوقت كله؟ ثلاثة او اربعة، بعد اربعة تيم كامل خش عليهم بالسيف. قال انا عندي لكم شغلكم، تعالوا. It's look like the minigun little. يقول له كأنك ما شلت minigun في اللقطة اللي قبل شوي، كأنك شايل اصوات عادي او سب ماشين، لأني قاعد يركض فيه بسرعة. اهلين ايم. والله عطاه بالبكاكس، وذاك يهايط بالسيف يصد ومدري وشو. تنفجر الطيارة يا طيب انت. اهلين عيد. ودع ودع الملعب، ودع الملعب. جي 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 جي. ما يمديك ما يمديك تقوم. ودع الملعب. اول ما ينزل بيموت، اول ما ينزل بيموت خلاص. حتى بدون ما ينزل مات. يا ساتر. اللقطة اللي بعدها ف ها؟ بس وشلون انفكت جلايدر كذا؟ وشلون؟ اوكي ها؟ هذا وش صار؟ طلق طلقة وفجأة صار في ذا المكان. كيف؟ بالجرابلر؟ والله سلحته ذهبية كلها. ايش قاعد يدور ذا؟ معليش هذه غباء. صح ان المكان سيء جدا لكن غباء بنفس الوقت. في بحر، في بحر. في بحر الدقيق. عرب عرب قاعد يتكلمون، انا مستوعب كذا ان في عربي قاعد يتكلم، بس لقطه من عربي. يقول عندك لانش باد، والله غريب انه حط لقطات عرب. اوكي هنا خويه بالجرابلر مات وطاح على خويه صقع فيه، ما طاح المويه. والله موت غبيه. اللقطه اللي بعدها بالطياره كالعاده، الطياره بتنفجر، مو بتنفجر 800 تقريبا. وجي جي 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 تنزل في اي مكان، الطياره خلها في مكان وانت مكان. هو بعد يمكن تجيك بعد وتطيرك فجاه، لكن الطياره دائم عدو. هذا منك هوب. ها اوكي ذبح واحد وراه ولا يتهيالي. اوكي هذا قاعد يلوتون. اوكي ها اي هذا قلت قد صار لي، والله قد صار لي ان يكون الجسم حق السكن مو بطالع بس الاسلحه. طيب هذا حرب هليكوبترات ولا ايش؟ اوكي الى متى يعني؟ حلو بالمراوح يطقون. اوه بينزل عليهم جي جي. والله مو بجي جي، والله جي جي. يا الله يا اخي موته غبيه يعني، حط هذا ومعه لانش باد وحط الجنب اصلا. لا تقول لي بيموت نفس الموته. هذا ملقلق شكله، شكله ملقلق. فبس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع عجبكم. يا ليت ما تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناه اذا كنتم مشتركين، واذا عجبكم المقطع يعني اعطونا رايكم تحت، عجبكم ما عجبكم، ويتبون مقاطع زي كذا، لقطات غبيه، لقطات خرافيه، اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. ويعطيكم العافيه على كل شيء. قناتي حقت رياكشن تحت،
باذن الله اني بنزل فيها قريب باذن الله. وصلنا فيها 5000 مشترك، شكرا لكم وبس، نشوفكم على خير، سلام.